صار لنا 10 سنوات على وزارة النفط، عقد على وزارة النفط، ونطالب السيد رئيس الوزراء بتثبيتنا على الملاك الدائم، حالنا حال أقراننا من الوزارات السابقة مثل وزارة التربية ووزارة الموارد المائية ووزارة الصحة، ونطالب بحقنا احنا، حق مشروع هذا. وهذا شوف هالناس، هذه صار هالسنة 10 سنوات على راتب 250 ألف دينار عراقي، إذا تنطيه لأي واحد طفل من أبناء البرلمانيين ما يقبل به. احنا قابلنا الأستاذ فراس، قال أنتم عقود علينا بالبداية، هسه يريد ينقلنا على وزارة الدفاع. طبعا احنا وزارة مدنية، نروح الوزارة العسكرية، واحنا صارنا 10 سنوات ونتقاضى راتب من عندهم، كيف ينقلنا إلى وزارة عسكرية؟ احنا صار لنا 11 سنه ويا هذا على وزاره النفط ومهمشين وزارتنا، كل العقود ما بعدنا ثبتت، واحنا بعدنا لحد الان ما تثبتنا. ليش؟ شنو السبب ما ثبتونا؟ احنا نريد مطالبين حقنا، ما طالبين غير شيء، حقنا المشروع طالبينه. ها 11 سنه احنا وزاره النفط، ليش ما ثبتنا؟ شنو هي الاجراء اللي ما ثبتنا؟ ورئيس الوزراء دكتور عادل عبد المهدي وغيره وجتي جيل ما بعدنا بالعقود وثبتت، واحنا بعدنا لحد الان. شنو هي اللي وزير النفط ليش ما ثبتنا؟ وزير ما بعد وزير ما بعد وزير وما ثبتنا. شنو هي اللي عنده ويانا ما يثبتنا؟ واحنا انطينا شهداء وضحينا واحنا ابناء العراق، والمفروض هيك تجازينا الدوله. دوله اليوم من وقفت على رجلها تعوف ولدها، احنا ولد الدوله، ما تعوف الاب ما يعوف ابنه، فاحنا ولد الدوله، احنا نريد حقوقنا المشروع، ما عندنا اي شيء وياه. احنا قابلنا مسؤولين وقبل الانتخابات ودعاية اعلامية انتخابات، يعني كله كذب كذب، وعود كاذبة لحد الان ماكو. والما بعد وزارة التربية اكبر عدد من ابناء صحوات العراق على وزارة التربية تملكت، وعلى وزارة الكهرباء تملكت، يعني على وزارة الصحة تملكت، ليش بس احنا مستثنينا؟ ولا واحد وزارة النفط من ابناء صحوات العراق تملك لحد الان. شنو السبب؟ نعرف السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. نطالب اولا رئيس الوزراء، وثانيا رئيس وزير النفط، ثانية ابسط الحقوق جاي نطالب بها، ابسط الحقوق جاي نطالب بها. صار لنا 11 سنة على وزارة النفط وما بين اي شيء من وزارة النفط، يعني احنا نتأسف من هذا الامر. كلهم اصحاب عوائل ورواتب قليلة وما جاي تكفي، فاحنا نطالب رئيس وزير النفط بأصحب الحقوق طبعا، وما رايدين اي شيء عدا تثبيتنا على حالنا حال اقراننا الموجودين، لان احنا ما جاي نعرف امرنا، لا احنا عقود ولا احنا اجور يومية ولا احنا مفروضين على وزارة. خلي يطلع وزير النفط ويقول يابا انتم مو علي، مثلا يودينا اي وزاره احنا نتقبل، على هيئه الحشيد، على اي دائره امنيه، احنا جاي نتقبل هذا الامر بسبيل نعين عوائلنا البسيطه والفقيره. واحنا نطالب رئيس الوزراء بتثبيت العقد باسره، لا يخلونا يعني نضطر الى موضوع بناء خيم واعتصامات امام الوزاره، فاحنا نترجى من وزير النفط تثبيت العقود باسرع وقت. شكرا جزيلا. قابلنا مسؤولين وملينا من هذا الوضع، ويا تروح له يذبك على جهه معينه، وما جاي نعرف هسه، احنا ما جاي نعرف راسنا من رجلينا حقيقه. احنا ملينا من هذا الامر، واحنا همين تعبنا من هذا الامر، فراح يخلونا نضطر نبني خيم امام وزاره النفط، ونضطر اعتصامات يوم وبعد يوم وبعد اسبوع، وما نمن من هذا الوضع، لان احنا جاي نطالب بحقنا، ابسط الامور حقنا، يعني حتى رواتب ما جاي تكفينا. احنا ابناء العراق الصحوات اللي تحولنا على وزاره النفط من 2009، تحولنا على هاي الوزاره موظفين مدنيين بالامر الديواني 118، تحولنا على وزاره النفط بعد 10 سنين. يوميا واعدونا ودرجات الوظيفه جايه تيجي كل سنه كل موازنه، وما نعرف وين تروح، يبيعوها جوا يعطوها لغيرنا ما ندري، فضاعت هاي الدرجات. احنا صرنا ناس منسيين، احنا بس بالمظاهرات الناس تشوفنا منسيين مهمشين، ما حد يعرفنا. فيا وزير اللي يجي يقبلنا، حقنا رايح احنا.
ما عندنا اي حقوق، مسلوبه حقوقنا. اخر شيء هسه الكتاب الاخير يقول انتم على حشد الانبار بالتخصيصات الماليه اللي هي 250 بالشهر، وكل 3 اشهر يلا يعطونا شهر واحد، وانتم على حشد الانبار. زين احنا موظفين مدنيين، شلون ترهم هاي الشغله بحشد الانبار هناك؟ ما ترهم. احنا هسه من ورا 10 سنين يقول لك انت تعال على حشد الانبار، هي هاي الحقوق اللي يقولون عليها البرلمانيين. احنا نكفل المظلوم، واحنا وين المظلوم؟ والوزير يقول احنا وين المظلوم؟ نعطيك الحق نحقه. هذا حكي حبر على ورق، ماكو مصداقيه. لا هذولي ولا الراحج، احنا نريد الشريف اللي بيهم اللي نشوف ينصف حق هاي الناس. هاي الناس الفقره اللي صار لها 10 سنين بهذا الراتب ال 250 و 300. هذا استحلف بالله يكفي هذا مصرف يوم هذا ال 250؟ طبعا ابناء العراق الصحوات بدات ب 2005 اللي هي اصعب ظروف كانت تمر بها البلد، والموقف مالها مشرف بالنسبه للبلد. العمليه السياسيه العراق الجديد او عملها شبه الطوعي، لانه كان الاجور مالها كلش غديله وظلت لهذا اليوم. وهذا العمل مالها لحن هسه ماكو اي عمل يوازي هذا العمل مالهم. واليوم احنا مهمشين، يعني هذه الطريقه شو نقول لعوائلنا؟ شو نقول الناس اللي هسه جاي؟ الناس عاتبنا يقول هذا العمل مالكم، شو تتوعدون بالعراق الجديد اللي هو وراه فوق الخير؟ واحنا هسه ما نقول ارض الارضين، لكن على بساطتنا ظلينا. وهاي زحمه قدام الناس، قدام الحكومه، بالنسبه للمسؤولين الحكومه، يعني هسه شو تقول نفسها تجاه هاي الشريحه من الناس اللي هي قدمت؟ ما حد مقدم على نظيرتها اكو شيء اسمه على وهذا لحد الان احنا مهمشين، ما نعرف لا مصيرنا مستقر. حولونا على الوزارات، هسه على وزاره النفط من 2011 لحد الان، على نزل راتب ال 250، واليوم محولينا على الدفاع او على الحشد على السلاح. زين احنا مدنيين تحولنا، هذا عملنا شنقول نفسنا الامورنا اللي هسه لحد الان. فنطالب انه على مسؤولين، بالنسبه للمسؤولين المركزيه الحكوميه، يعني تشوف شو نعاتبها او شو شفنا قدام الناس او قدام نفسنا على هذه التضحيات مالتنا. ذاك احنا قوات التحالف كانت ذاك الوقت ما حد يقدر يقدم اي عمل خير، اللي بس هي الصحوات قدمت وبها البركه ان شاء الله. احنا صار لنا تقريبا 10 سنوات، يعني ما عرفنا شغلتنا شنو. يعني احنا اما يثبتونا اما يعطونا حق مثلا مبلغنا ويقولون يا بروح الله ياخذنا. احنا مصاحبين عوائل، يعني وين نروح؟ يعني اذا الدوله ما تنضرب امرنا لمن نباوع؟ نباوع للدول مثل تنضرب امرنا غيرنا؟ اذا رئيس وزراء ما يباوع لنا، مسؤول مثل بالدوله ما يباوع لنا، زين احنا رئيس الدوله ما ينتبه لنا، زين هو غير يقول رئيس الدوله ابو للناس كلها؟ زين اذا ابونا ما يشوفنا من يعني جبنا واحد من الخارج العراقي يباوع لنا؟ زين عادل عبد المهدي ما يشوفنا؟ وزير النفط، اذا احنا وزير النفط احنا بوزارته صار لنا ما يقارب 10 سنوات، يعني 10 سنوات حتى الله من فوق هم يباوع. يعني انت ليش ما تباوع للناس هاي الفقره؟ شنو ذنبها؟ يعني كل واحد عنده 4 جهال وخمسه وسته، وين يروحون؟ واللي عندهم صاروا شهداء، واللي عندهم غير شغلات صارت عندهم، وهم شنو ذنبهم؟ والله بوزاره النفط الله وكيلك، يعني احنا لحد الان ما مستلمين راتب مال الشهر الثاني، يعني لحد هاي اللحظه ما مستلمينه. مسؤول من هاي جاي نجي هسه شلون انتم متقابلون حضرتكم الكريم وما حد يقابلنا؟ مجرد تصعد اوراقنا عندنا، احنا راوينا كم المستندات اللي يجي، كل وزير اللي يجي كل دوله تجي عندنا تثبيت وعندنا كذا، لحد الان كل شيء ماكو. نريد نعرف يعني، وتالي ما تالي يقولون والله انت مع القوات على الحشد الشعبي. احنا نشرف الحشد الشعبي، مو ما نشرف، نشرف الدوله كلها، بس احنا صار لنا 10 سنوات على المدني وتقول لي على الحشد الشعبي؟ شلون ترهم هاي؟ ترهم هيك يعني اكو هيك حكي يصير؟ فاحنا شو نريد من عندهم؟ عمي نريد حقنا، ما نريد من واحد. زين مو جاي يعينون هم على وزاره النفط؟ مو جاي يعينون؟ ليش ما يعينوننا احنا؟ يعني اللي يجي احنا صار لنا 10 سنوات، اللي يجي هسه يعينوه واحنا ما يعينوننا؟ احنا نطلب من الدوله الكريمه ان تنضرب لامرنا،
ما اريد من عندهم فد شيء، اريدهم يثبتوني. عمي الله وكيلك، كل واحد صاحب عائله، كل واحد عنده كومه مال جهال، ولحد الان الله وكيلك بيوت ما عندنا، يعني بيوت سكن ما عندنا، واحنا هسه تقول له موظف على وزاره النفط ما يصدق بيك، انت ما عندك بيت، ما يصدق بيك، انت ما عندك راتب زين. يقول عمي تروحوا هاي وزاره النفط كلها شدات شدات، واحنا ملاليم ما محصلين. يعني بشرفك ذاك اليوم طلعوا ذول العمال بالبصره كل الثلاثه على كرك واحد، شفتوهم لو ما شفتوهم جنابكم، كل الثلاثه على كرك واحد، واحنا لحد الان ما منطينا راتب. عم العقد هسه ابسط عقد يعطونا 750، ابسط عقد، احنا عقد صار لنا 10 سنوات يعطونا 300 و250. والله وروحوا دققوا عندنا بودره مال رواتب، وروحوا دققوا بالبودره مال رواتب، شوفوا راتبنا ايش قد زين، وثاني شي شهر يعني اخر راتبنا شهر وشهرين وثلاث اشهر، وحق الحسين يدينون العالم، تدين تدين وتجي كراوي، يعني حتى الله من فوق ما يقبل لهم. غابة خليهم يبعون علينا يا معودين. عادل عبد المهدي رحمه لوالديك يا معود، انت قلت ان شاء الله ما خلى عقد كلها يثبتها، واحنا نتمسك بهذا الحبل مالك اللي حكيته. اخويا بالغيره توكل على الله، هم ولدك ذولي. صار لنا اليوم 11 سنة براتب 350,000 دينار، وشهر يطونا وشهر ما يطونا، واليوم احنا نداعب حقوقنا مثل باقي الوزارات، اقراننا مثل وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الكهرباء قبل ايام ثبتوهم، واحنا وزارة النفط اللي واقف وصاير عثرة بطريقنا، دكتور فراس ودكتور ثامر الغضبان اللي هم يوقفون دائما عثرة بطريق تثبيتنا. يعني ما اعرف شنو الغاية من هذا الشيء، ماكو يعني غير تفسير واحد لهذا الشيء، لانه احنا عايشين بالطائفيه والمحاصصه. لا عادل عبد المهدي سوانا حل، لا محمد الحلبوسي سوانا حل، ولا واحد من النواب يجينا قبل الانتخابات صار نب براسنا، ورا الانتخابات بعد ما شفنا وجهه. بس احنا راح نبلغ وزاره النفط، نبلغ سيد فراس صدر، ونبلغ ثامر عباس الغضبان، نبلغهم احنا شكوتنا. هم ضربوا قرار رقم 12، اذا ما سوينا حل هاي الفتره ماكو، احنا ما نروح، راح نروح القائد الاصلاح، نروح نشتكي يم سيد مقتدى، ما عندنا غيره. يعني احنا مضطهدين، احنا هم هسه جاي يقولون انتم صحوات سنيه، لا احنا صحوات سنية شيعية من جميع ابناء العراق، يعني من جميع طوائفها، يعني ما جايين من غير دولة. يوميا نطلع ونناشد ما يسمعون كلامنا، يعني الشغلة مضطهدة، يعني هم يريدون يسووها طائفية. لا احنا كليتنا اخوة، كليتنا عراقيين، ليش ما يثبتوننا على الملاك؟ صار لنا هاي 11 سنة، شنو السبب؟ صايرة الشغلة مالتنا طائفية، كتابنا يذبونا بالتالفة، يقول انتم مو علينا، صار لنا 11 سنه داوم بوزاره النفط، هسه يقولون مو علينا. شو وقت انتم مو عليكم؟ احنا ليش وقت مو عليكم؟ ليش مو من البدايه؟ خلاص عمرنا 11 سنه هسه تقولون لنا مو علينا؟ هسه حتى اذا تريد تتعين ما حد يقبل بك، يقول لك عمرك كبير. يعني شو يريدوننا ننحرف؟ لا ما ننحرف. ليش سموانا ابناء العراق؟ لان احنا عراقيين، بمعنى الكلمه عراقيين. مو من غير دوله جايينكم. جاي بوطنيات براسي هنا، والله انا امثل الشعب، يا شعب اللي تتمثلونه غير الراعون الفقير. شو هذا الفقير؟ هذا الفقير شوفه من الظهر، غير على مود عيشته، على مود جهاله، على مود وضعيته الزفت. طالع هو شنو متوسل بيك؟ جاي طالب بحقه بس، شنو السبب؟ وليش هيك يسوون بينا؟ يعني احنا ما عندنا كل اشكال وياهم، عندنا شهادات، وعندنا مثل ما يقول خريجين، اقل شهاده بينا ثالث متوسطه. يعني هسه نفسه وزير النفط لو يدزلنا واحد، يعني شوف شنو وضعيتنا. يعني احنا حددناها، قلنا لكم احنا ابناء العراق الصحوات، عقود صار لنا 11 سنه على وزاره النفط، كل الكتب تجي تصدر من امانه الوزاره، مجلس الوزراء يتم تثبيتنا على الملاك، هم يرفضوها، هم يشيلوها ويذبوها بالتالفة، الله وكيلك.
كلها جوا كلها ثلاثة ارباحنا شالوا فساد اداري وشغلتهم صايره بالبوق وبالنهب وبالسلب. ماكو اذا ها التعيين مالك انا ابلغ هالقناه حتى تطلعها. التعيين مال الطير يبيعونه، احنا عددنا فوق ال 2000. اقول لك شلون عين هذا التعيين ماله بثلاث شدات، انا عين ذولا شنو ذولا؟ ما عينهم ذولا. عم ناس صايره جوا هناك بيناتهم حكم العائله هيك نقولهم، واحد يطلع ويجيب ابن عمه، واحد يطلع ويجيب ابن خاله. فاحنا غير يباعون علينا، غير واحد من عندهم يطلع، غير واحد منكم يكون شويه براسه غيره يباعوا على هاي الشباب. هاي الشباب كلها عراقيين، كل اللي تقاتلنا طينا ضحايا، راحت هواي ضحايا من عندنا. احنا جماعة النفط الصحوات، يعني ليش ما يريدوننا؟ دخلنا تشيلك، قالوا لحد نعطيكم الموافقة، نعطيكم الأمر، نقول عن تثبيت العقود، ما ثبتونا. جينا هسه ثلاثة دوامنا بصمة وجينا على المظاهرات. نريد حقوقنا، خلي يطلع لنا هذا شو اسمه؟ فراس الصدر، خلي يطلع لنا، خلي يشوف حالنا، دمرنا، يعني ليش هيجي؟ 350 صار لي ثلاث أشهر ما مستلم راتب. ومانية، راتب ومانية. أنا مو من البلد، بس خلي يقول لي، مو من البلد أنا، وأنا وقفت. الجندي العسكري فوت ولا ظهري طبوه للديره، انا طبوه اقول لا تخاف تعال طب للديره، وامننا المناطق وكلها والخير. هسه اللي بس خاطئ وقام ما يحاكي عم البرلماني النزاهه، خليه يجي طلال وينه؟ هسه قام يردونه ليت الدليمي وينه؟ خلي يجون جماعه النزاهه، خلي يشوفوا حالنا. رئيس البرلمان وينه؟ خلي يشوف حالنا. عمي دمرنا، الله شاهد دمرنا. الساده مالتنا وينها؟ الساده مالتنا وينها؟ عمار الحكيم، مقتدى الصدير، الله يرضى عنهم، خلي يجون يشوفوا حالنا. عمي دمرنا، يعني هو قاعد على الكرسي يضرب عليه التبريد وانا ابغى ويا مسلوق، خلي يجي يشوف حالنا. دمرنا عمي، راكب الجكساره، الله شاهد، كان يحلم يركب الجكساره، هسه قام يركبون جكسارات. عافونا احنا بالشارع، هاي قد 3000 واحد عافونا بالشوارع. عمي خلي يجي يشوف حالنا. عمي دمرنا عشان ما ذله، ذلونا عمي، الله شاهد ذلونا. نطلع خارج العراق، نعوف العراق لهم، ذلونا. هسه هاي مظاهرات ماليه، الله شاهد، يعني نطلع من طلعونا من طورنا. خلي يجي يشوف حالنا. عمي كافي على 350، الله شاهد ما تكفي، ما تكفي 350. عمي اعطيني اياها المانيه، هذا يحكي 12 مليون يقول والله ما يكفيني شهر، لا عاد 350 تكفيني. خليجي هسه واحد من عندهم برلمانيين، هاي وقت الانتخابات يجون يدقون يتلوقون طق طق، هاك هالقد بس سوي لي شغل على مود يصعد ياكل بروسنا، حرام ويا كذابه. خليجي واحد من عندهم، خليجي شوف حالنا. عمي والله ما نخاف، الله شاهد طلعنا من طورنا بالله الكريم، وما نخاف من احد بعد، لا برلماني ولا بحالهم. خليجي شوف حالنا، خليجي يطبق هسه واحد من عندهم ذول السرسريه، خليجي يطبق كل يوم ويا وعود كاذبه، نثبتكم ونثبتكم وكذب كذب. الكهرباء احسن ثبتوها، كهرباء ثبتوها، الصحه ثبتوها، بس احنا عندنا واحد هنا معرقلنا بدائره النفط، خلي يطلع هاي وزاره النفط، خلي يطلع واحد هسه يقابلنا يحكي ويانا. ترى ما يصير هيك عمي، ما يصير. هاي صار من الصبح نصيح ولحد الان اريد واحد يطلع علينا يقول شو تجوا مطالبكم شنو؟ ماكو. من بداية الصحوة لحد الآن احنا كان راتبنا 350,000، صار قبل سنة ونص من صارت مالت الحشد الشعبي، لحد الآن قصونا سوونا 250، ليش قصونا؟ قالوا باسم الحشد الشعبي، ولحد الآن احنا نطالب بها، لحد الآن. والله العظيم والله العظيم ما تكفينا مال يومين، والله مال دكتور ما يكفلك، يعني والله العظيم قصر. كشفيد الدكتور 35، تجي على حياتك 25,000. هسه ارجع انا على 250، ثلاث ارباعهم على 250 يا اخي. ابنك يقعد الصبح يريد دينار، لا يروح المدرسه. ما قاعد يعطيك الشهر، يعطيك كل شهر ونص زين ويحسب عليك شهر، يعني ياكل عليك نص شهر. شهرين يحسب عليك شهر واحد. لا والله. والله العظيم شهرين. ما يقبلون على انفسهم هم. اخي هسه كل جهه لها فد وزير، فد مدير مسؤول عليها، مو لا زين؟ احنا ما قصر نريد نعرف من مسؤولنا. والله باقي انا بس ما عندنا مسؤول، ماكو يعني هسه نريد انه واحد نحكي وياه.
يعني 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 هيك فوضى ما شايف انا. هسه انت ابو اذاعه، انت مو ابو اذاعه، انت مو عندك مدير لولا عندك مدير اذاعه وهذا مش تحكيها. احنا كل شيء ماكو اخي، يعني هاي صار لنا 12 سنه وكل شيء ماكو، ما نعرف يعني لا احنا عراقيين لا احنا باكستانيين لا احنا ما والله ما ادري زين. هسه اللي عنده شكوى اللي يحكي وين يحكي؟ غير عندنا مدير وزير عندنا كذا ما كل شيء ماكو. مره يقولوا لنا على الحشي زين، مره يقولوا لنا على رئاسه الوزراء، مره يقولوا لنا على وزاره النفط. هاي صار 10 سنوات بوزاره النفط. جماعتنا كلها ثبتوا ما في موضوع ماكو. خليه يطلع وزير النفط، خليه بس اشوفه وزير النفط بس اشوفه. عمي يحكون على صدام حسين، هسه خليه يطلع واحد من عندهم، نريد نشوفه، ما اريد كل شيء من عنده. عمي حكوا على اجارات مال 3 ملايين، الاجارات قبل وافقوا واحنا مسلوقين سلك، يلا وافقتوا على 3 ملايين قبل وافقوا. اجارات للبرلمانيين. والله كان حصر علي القاط، بالله الكريم، حصر علي القاط، وهسه صاروا اوادم، خليه يطلعون يجون على الشعب يشوفونه. ملت الواحنا وانذلينا. ملت الواحنا وانذلينا حيل مو شو ما كان. والله العظيم الجاهل هسه ما يرضى بالالف. اذا عندك تجهال يومين 3000 دينار احسبها، يجيك الصبح يروح المدرسه يريد 3000 دينار تجهال. العصر هم يرد عندك، يعني 350 تكفيك بربك بربك. عم 250 انت 250 انت ابناء شو اسمهم؟ مصالحه مصالحه قصوهم 250 طهم، قاعد يطلبون 250، ليش يابا؟ صار لنا اربع سنوات ليش؟ 250 احنا كنا 350 ماكو شيء ماكو شيء. تعال عمي ضبط ضبط شنو الموضوع ما نعرف يعني ماكو فد جهن ماكو شيء جهن اشتكي لها ماكو. عادل عبد المهدي خلي عمي خلي يطلع لنا يشوف حالنا يعني والله ماكو شيء بالله الكريم ماكو شيء ماكو شيء عمي. هاي شوف العالم جاي تجي هاي كلها تجي العالم ماكو شيء. خلي يجينا واحد الله يرضى عنك اندمرنا واحد يطب يقابل الوزير. انتوا طبوا على الدائره طبوا قابلوهم انتوا القنوات عمي احنا ما نريد. انتوا دعونا انتوا دعونا الله يرضى عنكم دعونا بهذا وزير النفط. خلينا نشوفه شلون خلقته خلينا نشوفه خلينا نشوفه بس يطلع الشعب يشوف نفسه يشوف يقول عمي هاي ناس فقره تدعي عليه ترى تدعي عليه العالم تدعي عليه. ليش ما يريدونا عمي؟ كل ما قال انت مو يمي انت مو يمنا. انا ارد اسال سؤال يعني صار 12 سنه احنا هنا على وزاره النفط هسه يجي لي انت مو علينا يعني علي من اني 12 سنه انا يمك غيابي وحضوري وراتبي يمك يقصك اسبوع هسه تقول لي هسه تقول لي انت مو يمي على الحشد. ليش شو وقت رحت على الحشد؟ انا ما رحت على الحشد انا قاتل الصحيح بالمناطق جانا داعش وقاتلناه بس انت ما تيجي ودينا على الحشد. احنا انتهى دورنا احنا خدمنا فتره 5 سنوات بالشارع وفرنا الامن سلمنا بيد القوات الامنيه وانسحبنا وين على الوزارات إيه؟ انتهت. هسه شنو التربيه ثبتوا عرفت شلون الصحه ثبتت كهرباء ثبتت كلهم ربعنا ذولا زين احنا ليش النفط ما قاعد يثبت؟ هسه وزير النفط دافع من جيبه بس الله يرضى عنك هو مال الشعب. السلام عليكم. احنا اول شيء بناء العراق الصحوات صار لنا 11 سنه 10 سنين العفو ذبانا على النفط خوش يابا. هسه بطلنا رواتب ياخرونها منتهي منها. هسه النوب ردونا طلعونا هالبرتاوه الجديده والله انتم مو علينا قاعد علي من عمي علي من وين نولي؟ يريدون العراق هم منين جونا هم؟ احنا نريد عم حقوقنا انطونا حقوقنا حق مشروع. انا 10 سنين انا هنا جا داوم هسه تقول لي حقك مو هنا مو يمي يعني شلون العد ورا حقي؟ انطينا تصريحات امنيه هنا انا بالدوره انطيناها التصريحات الامنيه صار سنتين كل ما هاي عندنا جماعه راح يدا يشتغلون على التثبيت على التثبيت يعني هسه نريد التثبيت ثبتونا راتبنا رضينا ب 350 وكل 3 اشهر يلا انطونا شهر يعني صايره والله عمي من يطلع لك ابناء العراق من الباب يتلقانا يقول لك فرهه هيك والله هيك بالعباره فرهه ورجع ابناء العراق عبالك جاي من الصين ابناء العراق يقول لك ارجع ايش بيه ليش نشكك والله العظيم مله ما يخلونا ننطب جوا عمي ما يخلونا ننطب جوا ممنوع انت قاب على العراق يقول لك اذا حتى ذا عراقي امشي جر جر منا الله شاهد دمرونا ذلونا يعني ما شوفونا صورة حل نطلب من الله من عندكم شوفونا صورة حل الله يرضى عنكم رحمة لوالديكم لأن والله تدمر تدمر وزير النفط الوكيل هسه ما شب عندي شغلة محاصصة إذا محاصصة عمي احنا ما عندنا غير بس الله
لو عندنا ما نجي، لو عندنا غير مصالح لا بحين انفسنا، لان ما عندنا عماله، ماكو الشعب مات. ورحم الله البيت. كلا كلا للتهميش، كلا كلا للتهميش. وين العدل يا عادل؟ وين العدل يا عادل؟ وين العدل يا عادل؟ وين العدل يا عادل؟ وين الوعد يا عادل؟ وين الوعد يا عادل؟ نعم نعم للتهميش، كلا كلا للتهميش، كلا كلا للتهميش، نعم نعم للتهميش، نعم نعم للتهميش، كلا كلا للتهميش، كلا كلا للتهميش. وللعدل يا عادل، وللعدل يا عادل.